مرحبا شباب، معكم اخوكم حسين من قناة نظرة في عالم السيارات. اليوم وعلى طلبكم انتم متابعينا الاعزاء اقدم لكم سيارة لكسس LX 570 موديل 2019 مواصفات بلاك اديشن اس ووارد كورو. هذا يعتبر اعلى مواصفات باللكسس الموجود حاليا بالسوق. ابقوا يا حتى نشوف شو المواصفات الفنية والكمالية من هاي السيارة. شباب، هاي السيارة اللكسس LX 570 هي مبنية على نفس الشاصي ونفس البودي مال التويوتا لاند كروزر، وهي تشابه بالمواصفات لحد كبير سيارة تويوتا لاند كروزر فئة الـ VXS، يعني تقريبا متطابقة ما عدا بعض الفروقات البسيطة اللي تركز على جانب الفخامة بهالسيارة. هنا نشوف التصميم الأمامي، واجهة أمامية كبيرة يعطي طابع فخامة. الشبك الأمامي كلش كبير، جايب البيانو بلاك، وكذلك محاط بتطعيمات من الكروم المطفي اللي مثل دخاني مطفي. هذا كله من مواصفات الفخامة. هنا نشوف علامة لكسس بالأمام وجوها الكاميرا الأمامية. طبعا السيارة 360 درجة كاميرات. هنا نشوف الحساسات الأمامية، وكذلك يجي عندك لحية مجهزة من الشركة طبعا هاي، وبيها مثل فتحات تهوية كلش حلوة. ومن هنا عندك أيضا اللايت الأمامي عبارة عن 3 عدسات LED، وكذلك عندك LED النهاري، وكذلك عندك الإشارة التتابعية أيضا LED. هنا عندك البروجيكتر الأمامي أو أضوية الضباب، بها عدستين، هذه العدسة مال البروجيكتر، وهاي العدسة تشتغل لما تلوف السيارة. لما تلوف السيارة على هالجهة هاي تشتغل حتى تنور لك الجهة اللي تلوف لها، ولما تلوف السيارة على الجهة الأخرى أكو واحدة ثانية بديك الجهة أيضا تشتغل ويا اللوفة. نشوف الخطوط مال البونيت أيضا، بها خطوط رياضية. شوفوا هاي الخطوط الرياضية ممتدة على طول البونيت، حطيت طابع رياضي وراقي للسيارة. نشوف الأضوية الأمامية، يعني هي بيها طيات هيجي، هاي الطيات هاي كلها تعطي طابع رياضي للسيارة مثل السهم. نشوف السيارة من الصفحة، التصميم الصفحة مال السيارة يعني تقريبا نفسه مال لاند كروزر، فروقات بس بالأمام والخلف. هنا نشوف يجي هنا الإطارات قياس 21 طبعا، وتجي لون أسود لأن هذا بلاك إديشن. منا أيضا عندك التطعيمات حول الشبابيك كلها بيانو بلاك، ومن هنا عندك ايضا المرايه الجانبيه بها اشاره وبها تطعيمات بيانو بلاك. ومن هنا ايضا عندك ديكورات، هاي الخطوط هاي تجي بغير فئات ستيل، بس هاي تجي بيانو بلاك لانه هذا بلاك اديشن. والمقابض مال الابواب ايضا بيانو بلاك. طبعا السياره بصمه، وهذا مفتاح السياره او البصمه مال السياره، هاي شكل حلو وانيق. طبعا بها زر الانذار، وبها فتح الصندوق، الصندوق كهربائي طبعا، وبها فتح وقفل. هنا نجي نشوف الجامة او المراية، المرايات الجانبية بها رادار نقط عمياء. طبعا السيارة ايضا بالجامة الامامية نشوف نافول، هذا الفوق هو الرادار مال الطريق، يعني المثبت السرعة التكيفي او ادابتف كروز كنترول، يسمون رادار مال الطريق. اوكي، هنا نشوف حتى السشش مال السقف تجي سودة بلاك اديشن، فشي حلو. هنا كلها تطعيمات بالبيانو بلاك. هنا جنح خلفي، وعندك ايضا الجلوب اللي ويا البريك يشتغل. تصميم السيارة من الخلف، تصميم السيارة من الخلف ايضا بصراحة حلو ويعطي طابع فخامة. نشوف ايضا نفس الشيء الجلوبات، هنا نشوف الجلوبات البقلايتات كلها تجي LED، ايضا تجي بها اشاير تتابعية، وكلها ايضا بها تطعيمات بالستيل الدخاني او الكروم الدخاني المطفي. ومن هنا عندك تطعيمات، ومن هنا الوارد مكتوب كورو هذا بالياباني، هذا علامة لكسس. وهنا عندك اسم لكسس، وهنا اسم الفئة LX 570
وبلاك اديشن اس. طبعا تيجي كلها هنا بيانو بلاك. هنا عندك حساسات خلفيه ومكان مال الشنغال ايضا. كلها تطعيمات ولحيات، هاي كلها تجهيز شركه. طبعا اللحيه هاي اللي من جوا دعاميه. الاكزوست طبعا مخفي ما يبين. من هنا كاميرا خلفيه ايضا اكو، واكو بالمرايات ايضا، بالمرايات الجانبيه كاميرا جانبيه، كاميرا 360 درجه. نرجع هنا الدوسه، هنا ايضا بلون السياره بس بها بلاستيك خشن تبطين فوقها حتى لا تنخدش، فشي حلو. هذا بشكل سريع التصميم الخارجي للسياره. ابقوا وياي حتى نشوف الداخليه مال السياره والمواصفات اللي بيها. شباب قبل لا ندخل للسياره خلي اشوفكم الاضاءه الخارجيه. هنا اللايتات الاماميه، شوفوا ثلاث عدسات LED حلوه، الضوء الناصي والعالي، وكذلك عندك هنا الاشاره LED التتابعي، شوف شلون حلو، وكذلك LED النهاري اللي يطلع على شكل صح. اوكي كلش حلو. هاي الصفحه وهاي الصفحه. خلينا نشوف هنا عندك ايضا بالمرايه الجانبيه اشاره مال انعطاف. نشوف الاضويه الخلفيه، هاي الاضواء الخلفيه هم حلوه LED كامل. طبعا LED بشكل كلش راقي بصراحه، مسوي شوفوا شيء بها النقط مثل اضواء الكريسماس خلينا نقول، كلش حلوه. وكذلك LED تتابعي فشي حلو. وكذلك عندك بروجكترات خلفيه، ها بس بصراحه انا ما شغلتن، يعني كل شغالات بروجكترات خلفيه بروجكترات اماميه، وكذلك الأضوية اللي تشتغل ويا اللوفة. خلينا ندخل السيارة. طبعا سيارة مفروض سيارة لوكسوري تنافس الرانج روفر، بس شوف هنا الأبواب مو شفط، يعني أنا تفاجأت عبالي أبواب شفط، الأبواب مو شفط. هنا أول ما تفتح الباب كلها مواد درجة أولى بصراحة، تكشيب حقيقي أكو، وكذلك كلها جلود وكلها ألمنيوم حقيقي، حتى هذه القفل مال الباب ألمنيوم حقيقي، كلها بيانو بلاك، وكل الأزرار أوتو، وكذلك الأزرار مطعمة بالستيل، سيطرة على المراية. ومن هنا عندك ثلاث وضعيات مال الخزن كرسي السائق. من هنا عندك هاي الدوسة لكسس وبها إضاءة تشتغل بالليل. أوكي وكذلك السيارة بها هاي الإضاءة اللي تكون LED، وكذلك اكو بروجيكتر هنا ما يبين اسوي المعرض بالليل اذا الدنيا ظلمه يضوي على القاع علامه LX 570. هنا نجي هنا اول شيء نشوف شغل لكم ال شغلت الفلاش. هنا نشوف الكرسي كلها جلود راقيه وفاخره، جلود نابا وكلها بيرفوريتد او مثقبه حتى للتبريد و مال الكرسي والتهوية مال الكرسي. هنا الكرسي 10 وضعيات، هنا بي مسند مال ظهر، ومن هنا ايضا بي مسند مال الفخذ، شوفوا هاي تصعد وتنزل. هنا خليني نطفي هذا نرجع نشوف هسه اشتغل الكرسي. الكرسي نظام ترحيب طبعا، اول ما تفتح الباب هو يرجع لورا من كيفه. هنا تقدر تصعد المسند مال الفخذ وتقدر تنزله، ما ادري اذا كان واضح يمكن. هنا ندخل للسياره، يا الله ندخل للسياره نشوف. بصراحه هيكل صلب هذا معروف عنه، هو نفس الهيكل مال لاند كروزر ممتاز. هنا نجي الى المواصفات الموجوده هنا، بها مواصفات مال الدلع خلينا نقول او مواصفات مال الرقي، اللي هي اولا شوف هذا مثلا، هاي الدقمه شنو؟ هاي اذا شخص كبير او ما يقدر يصعد السياره تدوس هاي الدقمه السياره تنزل، لان يعني الدبلات مالتها جكات هوائيه فتنزل، فيصير سهوله الدخول والخروج من السياره. هنا هيد اب ديسبلاي يعني بروجيكتر هنا اكو. اوكي ومن هنا اللايتات، الغسل مال اللايتات البخاخ، وكذلك هذا زر الاوتو مال اللايتات. ومن هنا عفوا خليني اشوفكم، من هنا ار سي
RSCA off. هذا يطفي لك الايرباجات، لانه لما تطلع اوف رود او طرق وعره بالسياره مرات السياره تصطص قويه، فاذا هاي الدقمه ما مطفي الايرباجات احتمال تطق عندك الايرباجات الفرده. يعني هنا أنا كلش مواصفة مهمة، لان هم هاي السيارة ايضا مخصصيها مو بس للكشخة داخل المدينة، لا تقدر تطلع بيها طرق وعرها من سد الباب. ما شاء الله صوت الباب تكمل. طبعا السيارة 12 ايرباج، والسماعات نظام الصوت ماله كلش راقي، نظامه من 19 سماعة، والنظام مال الصوت شنو اللي هو مارك ليفنسون، هذا فشي درجة اولى، كلها مواصفات رقي. نجي هنا للاستيرن. الاسترن حلو، يشبه استرنات تويوتا بس بعلامة لكسس، بها هواية مواصفات. عندك هنا السيطرة على الميديا او على الشاشة الوسطية، ومن هنا عندك الموبايل والاوامر الصوتية، ومن هنا عندك السيطرة على شاشة المعلومات اللي بالنص هناك، ومن هنا عندك رادار مال الخروج عن المسار، السيارة بها رادار مال الخروج عن المسار، ومن هنا عندك نظام التحذير من الاصطدام، هو الرادار مال الادابتف كروز كنترول، تحدد المساحة المسافة بينك وبين السيارة الامامك. مواصفات امان هواية بها السيارة، 12 ايرباج، اي بي اس، اي اس بي، ونظام المحافظ على المسار، وكذلك نظام النقط العمية، وكذلك عندك الحساسات امامية خلفية، وكاميرا 360 درجة. يعني السيارة مواصفات الامان ما شاء الله مفولة. هنا نجي للنص، اكو شاشة 12 وربع انش، شاشة كبيرة وحلوة، ومن هنا حاطة لك ساعة انالوج، لانه سيارة راقية بها مواصفات مال رقي، ما يحطوا لك ساعة ديجيتال، لا يحط لك ساعة انالوج وساعة لكسس هي مع شركتهم، فشي حلو راقي. من هنا عندك السيطرة على الوظائف مال النظام الترفيه اللي موجود هنا، وكذلك السيطرة على تبريد السيارة. نشغل الدقمة بس خلينا نشوف اكو هنا ايضا، هذا هو، هذا عفوا نظام التحذير من الاصطدام، اوكي هذا حشيتكم عليه، اللي على الستيرن كان نظام الرادار الذكي او ادابتف كروز كنترول، هذا لا، هذا نظام التحذير من الاصطدام، وهذا تغلق به الطاقه، تقطع الطاقه عن البوابه الكهربائيه مال ورا السياره، يعني مع صندوق السياره، فتقدر بس انت تفتحها، اوكي للامان هذا فتح الصندوق كهربائيا. من هنا هاي الكاميرات مال 360 درجه، وهذه الحساسات تقدر تطفيها وتشغلها، هذا زر التشغيل. شوف اول ما تشغل زر التشغيل الكرسي يرجع للوضع الاخر، يعني الكرسي ترحيب، اول ما تفتح الباب يبتعد. هنا انا نشغل الشاشه او الدشبول. يعني بصراحه تفاجأت، انت السياره هاي سياره طبعا سعرها 11 دفتر ونص بدون رقم، يعني 115000 دولار بدون لوحات، يعني تشتري سياره ب 11 دفتر ونص والعدادات مالته يعني انالوج. استغربت يعني شركه تويوتا ايش عجب، يعني الالمان وكل المنافسين يطوق شاشه كلها ديجيتال وكلها حلوه بها تصميمات مختلفه، بس هنا نشوف شاشه انالوج عاديه، هي شاشه قديمه بصراحه، يعني تنزل على منتجات تويوتا. هاي واحده من النقط الماخوذه عليهم. شوف الانظمه البي اي بي استراكشن كنترول، اشكال بها انظمه انذار. نطفي الاضيه. هنا نشوف بعد من باقي المواصفات بالكونسول الوسطي او بالمسند اللي بالنص، فتحات التبريد شكلها رياضي حلو، وهنا كلها تغليفات بالخشب، خشب حقيقي، وعندك الدشبول هذا ما يراد لها، كلها مواد يعني سوفت تاتش، لكنه الاستتشات مو حقيقيه للاسف، يعني طبع، يعني الخياطات مو حقيقيه طبع. اها شغله تولكسس يعني، والدشبول مو كلش ناعم، شيء غريب. ايه هنا نشوف بعد التصميم ماخذ كله ألومنيوم الحد الأخير، يشي صاعد وياه فتشي حلو. من هنا أيضا نفس الشيء ألومنيوم صاعد وياه، وفتحات التبريد أيضا كلها بها تطعيمات بالكروم، والاستيرن طبعا مغلف جلد وكذلك به خشب تخشيب به، كلش ممتاز. ومن هنا عندك الكروز كنترول مال تويوتا كله هنا يجي، أو مثبت سرعة، وبالاستيرن عندك شفتات أيضا مال تبديل قرفة، شي حلو. طبعا هنا نجي فوق، هنا المرايه اوتو ديم او تعتيم ذاتي، اوكي، ومن هنا عندك بيت النظاره، ومن هنا عندك الاضويه الداخليه ال اي دي وتاتش، هنا مواصفات يعني مال رقي، ومن هنا عندك سيطره على السلايد، هذا السلايد مال السياره. هنا عندك هذه المظلات بها مرايه وكذلك بها ضوء، ومن هنا عندك هاي اضافي، اوكي توخرها، هاي ايضا
انشي عفوا اتوخرها، هاي ايضا تنزل انشي، يعني مواصفات رقي ومدارين العميل. وهذا طبعا هذا لازم يتاخر، يعني يتقدم يتاخر بعد سياره راكعه لازم هذا بيه. نرجع للمواصفات، نشوف الكراسي يعني الجلد مالها كلش حلو بصراحه وناعم، وكذلك التقطيع مالها كله دايموند كت او تقطيع مثل الالماس، هذا عن دلال على الرقي. هنا أنا نشوف هذا مقبض الجير مال السياره، طبعا بارك الكتروني، مواصفات هواي بيها. هنا أنا منطقه خزن اكو، وهذه حامل اكواب ايضا، كلها مغلفه بالخشب والبيانو بلاك، فشي راقي. ايه ومن هنا عندك هذا الماوس خلينا احنا نسميه، طبعا هم شارعي لانه يجي ويا الكرتونه مالته مسدوده ويا الغراض. هذا تتحكم بالمواصفات الموجوده بالشاشه هنا أنا. اوكي ومن هنا عندك طبعا المواصفات المهمة الأخرى، يعني مثلا عندك الكراسي الأمامية مال هاي السيارة مال السائق والراكب هم تدفئة وهم تبريد، الكراسي الخلفية بس تبريد. هنا أكو مال هاي الصفحة ومن هنا مال هاي الصفحة. هنا عندك أيضا هذه الجكات أو الدبلات المتكيفة، نظام التعليق المتكيف، هنا ترفع السيارة وتنصي سيارة. ايه كلش حلو، ومن هنا تقدر تطفي نظام التعليق المتكيف. هنا أنا الأنظمة القيادة، أنظمة القيادة هاي بوش وتغير، طبعا السيارة 24 ساعة دفع رباعي، يعني دفع رباعي مستمر، بس هنا تقدر تغير إلى دفع رباعي يعني جير ثقيل أو ترجع على الدفع الرباعي الخفيف. من هنا عندك مواصفات أخرى حلوة موجودة باللكسس اللي هي هذه. هذه نظام المساعدة على الانعطاف بالمناطق الضيقة، طبعا السيارات هاي تجي عادة كدفع أساسي، يعني القوة الأكبر يدزل العجلات الخلفية، بس باللوفات الضيقة راح يخلي القوة يقل على العجلات الخلفية ويزيد العجلات الأمامية حتى السيارة تدور بقطر دائرة نصف قطرها كلش يكون صغير. هنا أنا عندك نظام الزحف، نظام الزحف كلش مهم، انت حتى لو ما عندك خبره انه تطلع بالبر او بالطرق الوعره هذا النظام يساعدك، اذا السياره غرزت بالرمل او بالطين هذا النظام تشغله ومن هنا تتحكم بسرعه السياره بكيفها تزحف تزحف الى ان تطلع، يعطي عزم قوي للتيارات كل الاربعه وحسب تماسك التيارات بالقاع فتطلع عندك سياره، يعني ما يحتاج الى خبره. هذا نظام التراكشن كنترول، هذا الكابلن النص او الاكسل الوسطاني يقفله حتى يكون الدفع متوازي، يعني قفل الاكسل اكو موجود به يكون الدفع متساوي في كل العجلات، هاي تفيد للثلج. وهذا عندك ايضا ايجكت سكند ايجكت، هذا اذا الدنيا ثلج مثلا السياره على الجير الاول يكون عزمها هوايه فتبطنش تزلك، فهنا راح يطلع على الجير الثاني يشتغل عندك يبدا بالحركه فالعزم يكون اقل فما تبطنش السياره. هنا عندك ايضا الانظمه مال قياده سبورت ونورمال وكستمايز وايكو وكومفورت، يعني اللي هو قياده رياضيه وانت اللي تحدده، وهنا الاقتصادية والمريحة، هاي كلها مواصفات سيارة متروسة مواصفات بصراحة لأنه سيارة راقية. هنا أنا قلت لكم السيطرة على الشاشة الوسطانية، هنا أنا انتر مثل الماوس، بعد هو ماوس يجي تتحكم به، ومن هنا الخرائط نظام الخرائط بها، ومن هنا المينيو، ومن هنا زر الرجوع، وهاي شغلات حلوة. نجي هنا التصميم الداخلي مال المسند، طبعا تصميم رياضي، شوف شلون حلو جاي هيجي، ومن هنا تفتح المسند، هذا المسند بيه ثلاجة، طبعا سيارة راكية ومصممة تطلع بها للبر أو للطرق الوعرة لازم يكون بها ثلاجة. هاي الشغلات اللي موجودة بمقعد السائق والراكب. نشوف والله الشاشة تشتغل، طبعا الأزرار كلها مشلوعة هنا لأنه موجودة بكراتين تجي ما تشتغل الشاشة. على العموم صارت عندكم فكرة، ما تشتغل الشاشة ما تشتغل مع الأسف. أوكي شباب أقوياء حتى نشوف المواصفات الموجودة بالمقاعد الخلفية مع السيارة. شباب خلينا ندخل للمقعد الخلف مع السيارة. يا الله يا الله، طبعا طريقة الدخول والخروج من السيارة كلش سهلة لأن السيارة عالية واس يو في ومريحة، منطقة الجلوس ممتازة، مساحات عملاقة بها،
الجودة المواد حدث ولا حرج ممتازة، لأنه سيارة قلت لكم مستهدفين بها فئة من الناس اللي عندهم فلوس هواية، خلينا نقول لأنه تكلف هواية شراء وتشغيل هيش نوع من المركبات. إن أنا الكرسي الخلفي أو الباب الخلفي بي باردة طبعا، بس شنو باردة يدوية، باردة يدوية لو مسوي كهربائي يدوي. هنا أنا أيضا تخشيب أكو كلها، حتى سماعات كل الإطار مالها بالستيل. هنا أنا عندك سيطر على المرأة الجامعة مال الباب، وهنا أنا أيضا مقبض، وعندك مناطق خزن جوا، هنا أنا عندك مناطق خزن، هنا عندك شاشة 12 إنش هيجي تقدر تسوي له سيتن حسب القاعدة مالتك. فتحات تكييف هنا أنا فوق عندك، وكذلك فتحات تكييف جوا عندك. الكراسي الخلفية ايضا نفس الجودة، كلها جلد ناعم، وكذلك الدايمون كات. هنا نشوف فتحات التكييف الكبيرة، ومن هنا عندك ايضا منافذ مال HDMI، هاي مال الشاشات الخلفية، وسيطر على صوت الشاشة الخلفية اليمنى واليسرى، وكذلك مكانات مال الهيدفون. اوكي، هنا نشوف اكو مسند بالنص، هذا المسند. المسند هذا بيسيطر على التبريد. طبعا تبريد السيارة مو ثنائي المناطق، رباعي المناطق، يعني هذا تبريده واحد والكرسي هو والسايك هناك، هذا تبريده واحد والكرسي الوراء هذا اللي انا قاعد بيه تبريده واحد، والسايك تبريده واحد، والراكب الامامي تبريده واحد، رباعي المناطق. فشي روعة ما شاء الله. هنا انا عندك الكرسي الخلفي قلت لكم بس تبريد، شوفوا بس تهوية بي، وبنا انا ترفع تنص التبريد، والهواء ايضا ترفع تنصي، وكذلك هذا المنافذ مال الهواء تقدر تختارن، وهذا زر الاوتو. الفرق ناس شنو؟ هنا انا بهاي السيارة يعني باللكسس كمواصفات رقي حاطي لك يا جو ايدك. بالفي اللاند كروز الفي اكس اس نفس هاي الازرار موجودة، بس موجودة هنا يعني بس مواصفات رقي، مثلا نوعة جلد شوية يختلف، يعني هما هي شيء يا افكار تسويقية حتى ياخذون فلوس اكثر على هالسيارة، والا هن سيارتي نفسهم بصراحة. هنا عندك منطقة خزن، هذا بالنسبة للكرسي الخلفي مال السيارة، وهذا بالنسبة للمنظر مال الدشبول من الخلف، شكله حلو. شباب قبل لا احكي لكم على المحرك والجير مال السيارة، خلي نشوف الارقام مال شركة ريباز اللي السيارة متوفرة عندهم، هاي الارقام مالتهم. وبقى نقطة أخرى أيضا أقول لكم إياها، هي الصرفية مال السيارة. السيارة هاي كل لتر بنزين تمشيك 8.2 كيلومتر، وسعة خزان الوقود 138 لتر. هاي أيضا ملاحظات مهمة خلوها يمكم. وهسا خلينا نروح سوا حتى نشوف المحرك مال السيارة. شباب هسا هذا المحرك مال السيارة، خليني أصور لكم إياه. هذا محرك 8 سلندر 5.7 حجمه، طبعا يعطي قوة حصانية 362 حصان و 530 نيوتن متر كعزم دوران، مربوط على جير من 8 سرعات تيبترونيك. نشوف هنا أنا المواد مال العزل طبعا اللي بالبنيد، ومواد العزل داخل الانجل باي او المحرك، او خلينا نقول رصيف المحرك او مكان المحرك، هاي كلها حتى تعطيك عزل قوي. هنا نشوف العزل، مواد العزل، يعني هاي كلها مؤكدين على جانب الرقي والراحة بهاي السيارة. هذه كلها مواصفات حلوة. طبعا أنا حكيت لكم على سعر السيارة، هنا أنا شوف خلينا نفتح الصندوق، الصندوق ما يفتح لأنه باترية ضعيف السيارة بصراحة. عبالك حكيت لكم على سعر السيارة بمنتصف الفيديو. سعر السيارة هاي 11 شدة ونص، يعني 115000 دولار بدون لوحات. اللوحات مال هاي السيارة تكلف 33 ل 35 ورقة همين، لان 8 سلندر. شباب هاي كانت نظرتنا على سيارة لكسس LX570 موديل 2019. اذا عجبكم الفيديو سووا لايك وشير. بالنسبة للاخوة الزوار اللي يشوفون القناة لاول مرة سووا لنا سبسكرايب حتى تبقون على تواصل ويانا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.